نحن أهل دارفور أسوأ ما مروا بهذه التجربة ممكن حول العالم كله. من إننا نحن كنا عايشين شعب متسامح متصالح في أحد السلاطين وملوك لمدة آلاف السنين كنا متعايشين، فجأة قلبوا علينا السياسيين وخاصة في أحد الكيزان قلبوا لنا دارفور ده من الجهنم بسبب الفتنة القبلية. ودائما الاقتتال لما يجي في القبيلة أشد دراوة من أي اقتتال تاني. أي اقتتال ممكن الناس يتسامع، ممكن الناس يتجاوز، ولكن لما تخط في حتة القبلية ببقى بعد ذاك أسوأ شيء وماس ما بيقدروا يتجاوزوا، والحتة ده صعب جدا جدا يا جماعة. الحاجة اللي قاعد يحصل في في شرق السودان ده صحيح هو ممكن أنت تشوفوا إنه مشكلة بين حدان دوا وبين عامر وبين النوبة مرة وبين عامر كده، أنت شايفه كده، لكن الأصل الموضوع هو موضوع سياسي. السياسيين بيلعبوا في الحتة ده وبيخلوا ناس، وزي ما انت هسه شايفين مشكله شرق السودان عشان نعرفوا انه ما افتعل المشكله ده بالطريقه الحقيقيه ودراوا اللي هسه فيه ده الا بعد تعيين الوالي. مشكله الوالي هو جاب المشكله الحقيقيه، وبعد ذاك في ناس دايرين يفرضوا الوالي ده على الناس، وفي ناس بيشوفوا انه الوالي ده ما بيمثلهم، والكلام ده كله ما من المفترض ما يمشي في اتجاه القبلي. اي زول فيهم عنده رفض للوالي، عندك رفض لزول معين المفروض تستخدمها من خلال منبرك السياسي، سواء كان حزب سواء كان حركه سواء كان اي حاجه، لكن لا يمكن انه تتخذ قبيلتك كمنبر سياسي وتمشي اهلك كله يموتوا بسبب انك انت قاعد تستخدم قبيله بتاعك. وده احنا جربناه يا جماعه، افهموا الكلام ده، وقسما بالله انتوا تموتوا بقبائلكم ده كلكم، تموتوا بني عامر، تموتوا حنان وتعملوا الحاجات ده كله، وفي النهايه زول الهرشك ده زاد بيجي بيقول لك انتوا قتلتوا بعضكم، وزاتوا بيرجع بعد فتره هيقول لكم انتوا قتلتوا بعضكم، كانه هو ما عنده دليل في الموضوع ده. حتى لو زول البحر ده من اهلك ذاته، من اهلك ذاته، بعد شويه هيوزاته يجي يلومك ويعاتبك انه انتوا قتلتوا بعضكم، نحن كحكومه ما عندنا بالدخل، ولا نحن كجهات رسميه ما عندنا، ولا يقول لك ادارات اهليه ما عندنا دخل. والمشكله هسه حاليا يبدو انه الادارات الاهليه يعني أكثر كنترول من إدارات الأهلية عندنا حتى في دارفور. صحيح دارفور كان إدارات الأهلية لعبت دور كبير جدا في الفتنة باستخدام الحكومة لبعض الإدارات الأهلية، لكن هنالك إدارات أهلية كبيرة جدا أسطت الحكومة وما كان مشى لاتجاهاته، وفي شباب من دارفور كانوا فاهمين جدا ورفضوا إنه ينطووا على قضاء الحكومة بيدك. رغم ذلك حصلت الفتنة، والفتنة الكبرى في دارفور والناس اقتتلوا زي ما انت شفت. فيبقى انتوا حسي في الشرق المشايخ بتاعكم والأمض والعيان القبائل يبدو انه عندهم كنترول على القبائل اكثر من عندنا نحن ذاته، وبطريقه سيئه جدا. فانتوا لازم تفهموا انه زول لو شيخ ولا قبيله ولا عمده ولا ايا كان مكانته، لو يحرضك على انه تمشي تقاتل باسم القبيله ما تعمل. يا جماعه ده ما اسر القبائل ولا اسر بتاع انك انت تنتصر بقبيلتك، انت داير تنتصر كوطن. قبيله شنو؟ قبيله ليه نحن دايرين ننتصر كقبائل؟ وحاجه الثانيه اللي قاعد يحصل برضو اسي انا من خلال هنا في صراع بتاع انه في ناس اصيلين وفي ناس ما اصيلين وفي ناس دخلاء وفي ناس ما دخلاء. صحيح يا جماعه في شرق السودان يعني في مشكله متشابه كبير جدا بين ما حصل في شرق السودان وبين ما يحصل عندنا في دارفور. في دارفور صحيح حكومه ما شجاب قبائل من دول تانية خالص وجندهم وخلاهم وقدام جنسيات وخلاهم استولوا على أراضي بتاع ناس بالقوة. ده هسي حمل لنا مشكلة كبيرة. أما موضوع بتاع شرق يا جماعة، شرق ده الناس ده جو عبارة عن لاجئين، هم ذاته بقهر جو قعدوا في قبائل جو قعدوا وبعد ذاك حكومة استخدمت هذه القبائل وجنصهم وعمل لهم حكومة النخبة الشمالية السياسية ديل دايرين يعني يعملوا أغلبية بتاع إنه ناس ديل لازم انه ناس بالذات لما يكون انت قبيلتك يميل على القبائل العربيه طوالي يتم تجنيدك ويتم توظيفك توظيف سيء جدا جدا اتجاه اهلك. اريتريين نحن ناس اهلنا وجيراننا، ما عندنا معاهم مشكله، شعبي طيب جدا ونحن نحترمهم جدا كشعب اريتري، ما عندنا معاهم مشكله. والزول القاعد اريتري المجنس القاعد في السودان ذاته ما ذنبه اصلا، ما عنده ذنب انه هو اخذ جنسيه سودانيه. فانت مفروض ما تكون عندك انتقام من الزول اللي اخذ الجنسيه، لا، انت لو عندك انتقام لو عندك غبن وجهه لزول جنسه. بعدين انتوا افهموا حاجه واحد،
زول ده مهما انت تكون قبلان ما قبلان زول ده عنده جنسيه بتاعت البلد ده وقاعد. انت زول ده تعدي جنسيه وما داري يمارس حق الوطن، يعني ما داري يمارس حقوق بتاع الوطن، حقوق الوطنيه كمواطن سوداني ما داري يمارس، وهو عنده جنسيه ما بيجي الكلام ده. تعرف زول ده اتجنس واخذ جنسيه بتاع السودان وقاعد ده، سواء كان انت تعرف انه ابوه وامه اريتريين، كل حاجه اريتريين ولا اي حاجه ذاته، زول ده سوداني في النهايه اخذ جنسيه وقاعد. فدخلت بتاع سلطاتك انت العداو جنسيه، ما خلت بتاع زول العايش معك انت كمواطن عادي. فلا تهتدي عليه ولا تساله، وحتى لو تسال مساله يكون مساله قانونيه، ما بواسطه انه تهاجم له ودار تاخذ حقك بيدك. الكلام ده ما صح. فتعلم الزول ده عنده جنسيه بتاع دوله السودان ده وهو مواطن سوداني، ها يبقى هو بيمارس حقوق وطنه زيك وزي انت بالظبط، وخاصه الناس المواليد في السودان ده من فتره طويله وقاعدين معانا. نحن المفروض نحترم بعضنا البعض يا جماعه. بعدين نحن القبائل المشتركه، سواء كان في هنا انا من القبائل اللي بتدعي انه قبائل اصيله في السودان ده، لكن ما ده ما بخليني انه انا باخذ حق الاخرين. يعني السودان ده اي اتجاه مشيت انه قبائل مشتركه، لو مشيت يوغندا بهناك في قبائل مشتركه، لو مشيت قرب مع تشاد في قبائل مشتركه، لو مشيت شمال مع النوبيين هناك في قبائل مشتركه، مع اسوان ومصر بهناك، لو مشيت شرق هنا تلقى قبائل مشتركه بين اريتريا والسودان. وافريقيا ده كان الناس عايشين كده، في زول اسمه سايكس بيكو جدر بلا سيجاره كده وقام قسم افريقيا ده زي ده وخلى الناس هنا وناس هنا، زاز زمو بشنو يعني؟ انت داير تجي يعني تعامل لهم انه انت ليه ما قاعد هنا وانا قاعد هنا؟ يعني بسبب انه انت زول ده قبيلته قاعد في اريتريا مثلا هو بايق وسوداني؟ الكلام ده ما صح يا جماعه. سو كان الكلام ده بيجي من اهل الهداد ده او غيرهم، كلام ده خطا. ما يوظفوكم الحكومات والديكتاتورين والناس يقولوا لكم انتوا قبائل اصيله وانتوا امنوا والناس دي دخلاء، الكلام ده ممنوع. كلام ده ما شغل بدا مواطنين. لو في زول دخيل في البلد ده جه خشه ها بطريقه غير قانونيه، ده شغل حكومه، خليها يتعامل بطريقه قانونيه. لو في زول مستولي على ارضك عامل شاهل حقك انت، امشي اشتغل، خليه يبقى بطريقه قانوني، ما يبقى بطريقه بتاع عنف. بالعنف ما بيمشي، كلكم تبقوا خسرانين في النهايه. تختتلوا وتموتوا، ونفس الجهه اللي بحرضك ده هو ذات اللي بيجي بعدين بلومك انت. والله هو ذات اللي بيجي بلومك، وبعدين انت اللي هتتحاسب. فعليه انه يا جماعه افهموا يا شعب السوداني، وقسما بالله بالقبيله ما تنجو بالقبيله ما لم تبقوا وطن، ما لم تبقوا وطن بالقبيله وانتصار لقبيلتك، انتصار لجحويتك، انتصار لاسنيتك، ما هينتصرك، ما هتنتصر. يعني شروع اليوم لو حدا انتوا انتصروا على بن عامر، ولا بن عامر انتصروا على حدا انتوا، يعني شنو يعني؟ سو وات ولا اي حاجه. فيبقى انتوا شوفوا حاجه بس لوطنكم، انتوا ما يستخدموكم السياسيين ها تمشوا تقتلوا بعالكم، تقتلوا اهلكم، تحرقوا الدنيا بتاعكم كله، بعدك تيجي تفهموا ورا زي ما نحن فهمنا. استخدام الحس قاعد يحصل ده معروف كلام سياسي ما عنده علاقه، حاجه اللي قاعد يحصل ده حاجه سياسي بحت. استخدام القبائل في السياسه ها ده حاجه مدير للدوله السودانيه. ولكن حاجه المؤسف بعد ده يا جماعه، السودان ده نيجي نقول انه فيها جيش، ده حته اللي انا دائما قاعد ادق فيها والناس زعلانين. ما في بعد اليوم بعد اللي احنا شفناه في شرق السودان، الحاجه اللي حصل وفي كل انحاء السودان، ما في زول يجي يقول لنا قوات الشعب المسلح. نحن ما عندنا قوات شعب مسلح ولا عندنا جيش. لو كان في قوات شعب مسلح بمعنى الكلمه قوات شعب مسلحه ها، لكان الناس دي ما ماتوا بالطريقه اللي انتم شفتوهم دي. عسكري بتاع قوات شعب مسلح يصبح مواطن قدامه ذبحا، او لم انتم شفتوه مواطن اتذبح قدامه، وبالعكس عساكر جيش يستفز المواطنين يقول لهم ما ده المدنيه اللي انتم قلتوه. معناه انت معناه انت انتباهك ما للوطن، انتماءك للاحزاب، وانتماءك لولايات الحكومات البعيده، وانت ذاتك مهذب. ما عندنا قوات. نحن في دارفور لما تم قتل الناس كانوا مغيبين، حكومه اشترك جيش اللي انتم تقولوا جيش قوات الشعب المسلح ده اشترك في اباده المواطنين باسم شنو؟ باسم التمرد.
وكان هم بيضربوا في قرى وبيحرقوا في قرى وقاعدين يقولوا لمواطن السودان انه نحن قاعدين نحسم التمرد. وكان الشعب نساء السودان بيزخرطوا وبيغنوا وبيتلوا ذهبهم بدوا لي اسم ما يسمع بالجيش السوداني. وهم اصلا لا جيش ولا عندهم علاقه بالجيش ولا هم عباره عن ميليشيات تابعه للاحزاب واي حاجه. هسه حاليا اي واحد من السياسيين يتحاشى انه يقول انه جيش السوداني ده ما جيش. خاصه جيش السوداني بعد الكيزر، واحد يجي يقول والله الجيش السوداني تاريخه عظيم ومشى حارب في المكسيك ومشى ما اعرف في ليبيا مرعى عمل ما قال وقفوا انه يغتصبوا النساء، وقف طلع يعني السلاح في ضد المستعمر وشنو كلام الفرق؟ انتوا يعني الجيش اللي انتوا تقولوا ده ما جيش الحسي. الجيش اللي مشى حارب في المكسيك يا اخي العزيز ده كان بقياده المستعمر نفسه. الجيش ده كان بقياده الانجليز. الجيش اللي مشى في تبرك ومنع القوة المستعمرة انه يغتصبوا نساء ليبيات ده ما الجيش الحسي. ديلك برضو جيش بقيادة المستعمر نفسه. ديلك الجيش اللي كان دربوا المستعمر على الوطنية، مستعمر يدرب جيشك على الوطنية، انت تجي تدرب جيشك على القبلية وتنزع منه الانتماء الوطني ها وتحاصر جيشك في اتجاه ضيق جدا جدا ما لم يحصل مشكله في الشمال الاقصى، شمال الضيق ده في دنقلة وشندي ومتمة واماكن معروفه حجر الاصل حجر تير وشنو شنو ديل فقط المحال المعصومه المناطق المعصومه من المشاكل، حتى شمال الاقصى ما معصوم لانه هم ما عندهم ضباط كبار في الجيش السوداني، ما عندهم ضباط عامرين وناهين، ضباط ده فقط ولاياتهم للمناطق ده، بعد ذاك ولاياتهم للحركه الاسلاميه، ولاياتهم لحزب البعث العربي، ولاياتهم لحزب المنو، ولاياتهم للاحزاب ولجهاتهم. اذا الجيش ده ما قاعد يحس انه هو جيش بتاع وطن. لو جيش فعلا بيحس انه جيش وطني، لا يمكن انه انت عسكري، انا عسكري اليوم لو ما لابس كاكي بتاعت مواطن ساكن، ماشي في الشارع انا باعتبار عسكري. بلد ده كله بعرفني انا عسكري، يصبح مواطن قدامي انا واجبك بخليك انك انت تموت قبل ما المواطن ده يصبح. لانه انت لما الجنات قاعد تقول نحن اقسمنا بحق الشعب ان نحمي الديار. ديار ده تحمي شنو؟ تحمي فيه شنو؟ تحمي شعبه ده. وانت ما قاعد تعمل الكلام ده. عشان كده نحن ما في زول بعد اليوم يجي يقول لي الجيش قوات الشعب المسلح، ده ما قوات شعب المسلح. قوات شعب المسلح ده زمان وانتهى. احنا ما عندنا حتى قوات الشعب المسلح ده ذاته اصلا النواب بتاعه النواب بتاع مستعمر اصلا ما يتكون على اساس وطن، يتكون على اساس قبلي. ضباط الجيش السوداني من يوم هناك في قبائل اصلا في كليه الضباط ده ما بيدخلوا، ذات ممنوع انه يدخلوا في كليه الضباط، ممنوع انه يدخلوا حتى يومنا هذا. قبائل سودانيه معروفه ها بالتحميش بس ما يخشوا في كليه الضباط. تيجي تقول لي جيش؟ فحاجة اللي قاعد يحصل في دولة السودانية ده ها الجيش الآن واقف مع الكيزان. كيف يبقى جيش وطني؟ كيف يبقى قوات شعبي مسلح؟ مواطن يموت بيقول لي ما أنت قلت مدنية موت ما عندنا لك شغلة. معناها ده كيف يبقى جيش سوداني؟ ده ما جيش. إذا بعد اليوم ما في زول يجي يقول لنا قوات الشعب المسلح. ده قوات مرتزقة ها قوات ميليشي قوات بتاع أحزاب ها هسي ناس اللي بيكوركم في الدعم السريع تقولوا انه دعم السريع ده قوه قبليه. نعم دعم السريع ده قوه قبليه، قبل كده قتل وعمل جرائم واغتصب عمل كل حاجه، لكن حسه حاليا موقف افضل من ما يسمى بقوات الشعب المسلح. والله دعم السريع افضل منه في مواقف، ودعم السريع ده في النهايه امره كم سنه؟ دعم السريع لو بالغ امره ما يزيد من 9-8 سنوات. ده امر اللي هو ارتكب فيه جرائم، لكن الجيش السوداني ده منذ تاسيس الدوله السودانيه ده قاعد يرتكب جرائم في حق المواطن السوداني. هو اللي قاعد يبيد في الجنوب كان يقتل ويبيد ويغسل القرى. في ناس بيفتكروا انه الجيش ده حاميم، بيجي بيقول لك والله جيشنا ده وتاريخه وجيش شنو كلام فارغ. الان لو في جيش، لو في زول عنده ضمير وعنده صحوه، لو دوله ده عنده جيش ها؟ ده هسه شكل الدوله اللي فيه جيش؟ لو في جيش ليه ما قاعد يوقف المجزرة الحسي ماشي في 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 كسلة ده؟ وين الجيش؟ ليه ما قاعد يوقف المجازر اللي قاعد يحصل في كل انحاء السودان ده والجيش بيتفرج والشرطة بيتفرج؟ يعني كل القوات النظامية اللي في السودان ده كلها قوات عميلة وتابعة للأحزاب. ما عندهم علاقة بمواطن سوداني. اليوم مواطن سوداني يحصل له جريمة في الشارع يجري يمشي يخش في نكتة بتاع شرطة بيقولوا ليه ما قلت مدنية؟ امشي خليه يحموك الشويين ولا امشي خليه يحموك البعثيين، يقولوا لي زي ده باعتبار انه هم تعبين تعبين للحركه الاسلاميه.
هل ده نحن نقول بعدك عندنا جيش؟ نعم الآن أفضل دعم سريع من الجيش السوداني، هو ما في جيش سوداني أصلا من زمان ذاته ما في، عشان بس زمان الجيش ده أنتم ما قادرين تعانوا منه، لأنه جيش فقط قاعد يرتكب جرائمه في الأطراف، عشان كده الناس في الخرطوم وفي الشمال ما كان حاسين بجرائم الجيش، ولا كان بيعرفوا إنه حاجة اسمه جيش ده جيش سوداني، لكن كلهم عرفوا لما جو كتائب الذل وقتلوا الناس بقيادة برهان ذاته أمام القيادة العامة، ها وقائد العام كان بيتفرج. هل في جيش؟ بعد ده تقول لي جيش؟ يوم فضل الاعتصام، يوم كان نساء يغتصبا قدام القيادة العامة يا جيشاء بكوركن واغتصبون وشالوا الشباب ربطوهم ناس ميتين ربطوا فيهم هجار ورموهم في النيل، وين الجيش كان؟ برهان اليوم يجي يقول لي والله الجيش واقف معاكم، كان عدونا إشارة يدوك تلقى يا برهان إشارة شنو يدوك أنت؟ وقسما بالله دولة السودان لو ما يكون فيها حكومة ما يكون يحكم الجيش، عسكري ما يحكم لو ما في حكومة، شفت أنه إيش بدون حكومة لكن ما يحكم عسكري يا برهان، تفهم كويس الكلام ده. الحاجة اللي قاعد يحصل في شرق السودان اليوم عمل خطير جدا جدا، عمل خطير، وفي دول معروفة دول زي إريتريا دولة ما دائرة الاستقرار في السودان ده معروفة، دولة ديكتاتورية ما دائرة استقرار، وديل قبائل تباس ممكن يخشوا جوا ممكن زي ما عندنا في خرب السودان، وكذلك الناس برهان وناس القايدين ديل ما دائرين عملية أي عملية سلمية في السودان ده، وكذلك الدول بتاعت المحاور برضو قاعد يلعب الدور ده كلهم، فالهدف الأخير هم دايرين يتدندوا والناس ديل الناس الشرك ديل يضطروا يطلبوا بالانفصال من دولة السودان، ديل حتى هم دايرين يصلوا له، والكلام ده ما ممكن يحصل في وجود الشعب السوداني واعي بالشكل الهسي حالي ده. فعشان كده يا جماعة بعد اليوم إما أن يكون عندنا جيش حقيقي يقيف ها يحمي الناس في الشوارع أينما يموتوا، ويكون في شرطة حقيقية يطلعوا في الشارع، إما يعتبر إنه شرطة والجيزة جيش الكيزان وشرطة شرطة الكيزان، ولو في ثورة يشوف له بديل تاني للقوة أمنية والجيش والحاجات دي كلها بدائل أخرى، ده ما حال الناس يعيشوا فيها أبدا، وحكومة ما قادر يتكلم ولا قادر يطلع يواجه الناس ولا قادر يقول أي حاجة. وشوفوا يا جيش يا جيش شوفوا، مش تقول لي حمدوك ما عندك إناي، مش تقول لي هوري وتغيير كعب، مش تقول لي شويين، شفت الشيطان الأحمر ذاته، شيطان الأحمر ينزل من فوق ده يحكم السودان ده ولا أنتو؟ أيوة نعم برهان الحسي قاعد ده ها غصبا أنه بعد 4 شهور ينزل ويمشي يتحكم زيه زي كلب ويمشي السجن، ما تشوفوا قاعد يتكلم ويتفاسع ده كلام اللي قاعد يعمله ده كله خوفا من أنه فترة بتاعهم قاعد ينتهي. برهان خايف على الأقل، همتي ما خايف، برهان ليه خايف؟ لأنه برهان هو أصل أساس الجرائم في أحد الإنقاذ ذاته، يعني لو جينا في جرائم بتاع دارفور ذاته الهسي ناس بيقولوا إن همتي ارتكب ده، همتي كان قائد منه، همتي كان قاعد يدي الأوامر منه برهان، فيبقى برهان بيمشي قبل همتي. أنا بوعدكم إنه برهان من الناس اللي بوديه علي كوشيب بس علي كوشيب، لأنه هو شخصيا من الناس اللي جندوا علي كوشيب ومن الناس اللي عملوا سبلاي لعلي كوشيب، هو علي كوشيب بس بوديه، كل الحصل بيكور كده كله بوديه مع علي كوشيب. فيا أهل الشرق أفهموا، أفهموا من زول مجرب، أفهموا يا أهلي في الشرق يا جماعة، ما تنجروا وتقتلوا بعضكم البعض دون مقابل، أصلا أنت لو انتصرت لقبيلتك يعني شنو؟ ها؟ يعني شنو؟ يعني شنو اليوم لو هدان داوا انتصروا ولا بني عامر انتصروا يعني شنو؟ ولا أي حاجة، لسه السودان خسران، وأنت لو قبيلتك ده انتصروا وما عاد منه نفرين ساكت نفرين ديل أنت ما حتتعود، ديل أرواح بشر. عشان كده فتنة القبلية ما في زول، ما في زول مستفيد من قبلة فتنة قبلية، لازم تفهموا الكلام ده كويس. والكيزان لازم تقتنوا إنه النظام ده يتغير يا كيزان، والله مهما لفيتوا ودورتوا عملتوا شنو بوعي الشعب السوداني ما حتقدروا تعملوا حاجه. انتوا حسي بجرائم الحسي قاعدين تعملوا ده، بالفتره الحسي انتوا قاعدين تعملوا ده، بافتكاركم انه تجوا راجين تاني للسلطه يعني؟ ها؟ انتوا ما استسلموا انه النظام ده يتغير وخلاص، كفايه انتوا قعدتوا حكمتوا 30 سنه، تاني دايرين تعملوا شنو يعني؟ دايرين تعملوا شنو تاني؟
يعني تعني دايرين تجونا يعني تجبروا الشعب السوداني ده إما إنه يقبلوا بحكم الكيزان ها ها وحكم الأحزاب أو يعيشوا في هروبات بطريقة الحسي ده أنتوا مشكلة ده مش كلامكم أنتوا أيوة نعيش في هروبات ونقتتل ونعمل أي حاجة ها مش مشكلتكم إنه مشكلة إنه ارتفاع الدولار وكده عرفوا الدولار ده خليه يبقى مليون دولار دولار مقابل مليون يبقى ما في خبز يبقى ما في اي ان شاء الله شعب السودان ياكل نيم شفت الطرق بتاع النيم الكتير بتاع الدوله السودانيه ده ياكلوا منه ولا حكم الكيزان لازم تفهموا الكلام ده كويس عشان كده ما تلفوا تدوروا ما تفتكروا انه الناس دي عشان الحكومه دي بقت كعبه الناس بيجيكم براجين والله ما تحلموا ما تحلموا مهما نعيش سيء ها ما في اسوء منكم في العالم حكومه مره تعالي نرجع في التجربه بتاع الاسلاميين ها معقولة بس فيا جماعة انتو ها لازم يا حدندوا وهناي اطلوا من اوامر بتاع زول الاسم باتي ولا الطرق ولا منو النفرين اللي هزي قاعدين يدوروكم انتو بيناتكم وتقتتلوا ها ده ما 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 ماركة ما حقكم ماركة ده ماركة بتاع السياسيين خليهم ما يجطلوا يحاربوا ما تحاربوا ليه انتو بقبائلكم ما تحاربوا معارك سياسية بقبائلكم يا جماعة اولا لو انت لما تدخل معركه سياسيه بقبيله اول حاجه اول من يخسر هو قبيلتك نفسه قبيلتك يخسر في الارواح قبيلتك يخسر في السمعه قبيلتك يخسر في كل شيء ها ومعركه قبليه ما فيه منتصر المنتصر ذاته خسران افهموا الكلام ده كويس فما تقتلوا بعضكم البعض مقابل لا شيء دايرين تسالوا لشنو يعني يا اخي اليوم قولوا انه جابوا خطو لنا دا زول إريتري جابو خطو والي ها زول دا مش انو جنسية سودانية في قانون في السودان بقول انو زول الإريتري او زول الاندو جنسية سودانية ما يبقى هنا نحن نعرف عمر بشير كان حكمنا 70 سنة دا 30 سنة دا وصلوا من وين ما بنعرف قبل كده مش اندرا وزير داخلية من إريتريا تنسيتو فعشان كده يا جماعه ما تضيعوا نفسكم في حاجات فارقه زي ده في النهايه ده حكومه انتقاليه وبيمشي وانتوا حتى لو دارين تمشوا زول ده تمشوا بطريقه اقل من الحس التكلفه اللي انتوا عملتوها ده ما يستاهل الكلام ده ما بيستاهل ابدا انه تيجي تحرقوا البلد ده وتموتوا بالشكل اللي انتوا موتوا ده ها عشان 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 والي جابوا والي هنا انتوا المفروض تحترضوا الوالي ده على انه والي كوس نحن نقدر نتفاهم على انه والي ده ها زول عنده عيوب معينه تقولوا لنا لكن كونه تقول لي قبيلته او تقولوا لي انه زول ده قبيله ما ممكن ما ممكن تعترض على زول عشان قبيلته ده اعتراض غير بقى. كلام ما منطقي اساسا فيبقى يا جماعه انا كلام ده ما اكرره لكم يعني شعب السوداني مساله الاصاله في ناس بتدور الاصاله وفي ناس بتدور هنا الكلام ده خلوه نحن سودانيين كلنا نحن كشعب سوداني ما في زول اصلي على زول ما في زول عنده حق اكثر من زول الثاني ولازم تفهموا مشاكل بتاعت القبائل المتداخله اذا ما فهمتوا الكلام ده اليوم لو مشينا جنوب السودان اقصى جنوب السودان في دينكا في جنوب السودان وفي دينكا وين في كينيا في شلوك في 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 اثيوبيا وفي شلوك في هنا في نوير في اثيوبيا في نوير في السودان دي قبائل مشتركه نحن نعمل لهم